الحقيقة هاخد آخر جملة في التقرير، مع الأهلي لا شيء اسمه مستحيل، وده اللي يمكن اتعودنا عليه على مر الأجيال الحقيقة، وامبارح كان أكبر دليل النادي الأهلي هو حقيقي صاحب الأرقام القياسية العظيمة على مستوى كأس العالم للأندية، 4 مرات على التوالي في نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه، أرقام قياسية كبيرة جدا يا كابتن إسلام. صحيح. بتدل إن النادي الأهلي فعلا خلاص، يعني لما بنتكلم إن النادي الأهلي نادي عالمي ما حدش يلوم علينا، لأن بعض الناس تقول لك لسه العالمية، لا إحنا وصلنا فعلا إن إحنا نبقى نادي عالمي. كل وسائل الإعلام اتكلمت على النادي الأهلي امبارح، على مستوى المحللين الكبار على مستوى الفيفا اتكلموا على النادي الأهلي امبارح. إن شاء الله نغطي كل اللي بقول عليه ده في حلقتنا إن شاء الله. انا كابتن برضو عشان في ناس تقول لك ايه، اصل انتوا فرحانين يعني عشان كسبتوا اتحاد جده، ده الخامس في الدوري السعودي وكلام من هذا القبيل. الكلام ده بيتقال طبعا احنا عارفين من مين، من بعد ما لا يشجع النادي الاهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين. انا بالنسبه لي الفرحه مش في طبعا في المكسب اول حاجه، لكن الفرحه في شكل الجمهور وانبساط جمهور الاهلي اللي قاعد في السعوديه وفرحتهم بعد الماتش، دي اول حاجه بالنسبه لي. تاني حاجه الأداء كابتن هاني، صحيح، واحدة من أفضل المباريات اللي أداها النادي الأهلي طوال هذا الموسم أو منذ بداية هذا الموسم حتى الآن. صحيح. مش عايز أقول من الموسم اللي فات عشان ما بقاش يعني، فأنا بشوف أن المباراة دي فيها إيجابيات كثيرة جدا تدعو أن احنا نبقى مبسوطين، وليس فقط أن احنا نبقى فخورين بأن احنا كسبنا اتحاد جدة. هذا الفريق اللي قيمته التسويقية أعلى منك 3 مرات، هذا الفريق اللي فيه بنزيما أفضل لاعب في العالم، ولا أنا بقول كلام غلط؟ ما فيش شك. هو بنزيما ده مش أفضل لاعب في العالم؟ ما فيش شك. طيب. وفي كانتي بطل العالم مع فرنسا في 18 على ما أتذكر، أو يمكن قبل كده. فاللي عايز أقوله أنه عنده مجموعة جيدة جدا، مش جيدة، مجموعة رائعة من اللاعبين اللي موجودين في اتحاد جدة، ولكن استطاع النادي الأهلي بفكر مدربه، معرفش بقى النهارده هيطلع يقول لك ايه، هو ده كولر ده اعظم مدرب؟ خلي بالك ما دي مشكلة. ما هي هي اتكلمت يعني معاك يا اسلام، عندنا الحقيقة التقييم بياخد منحنى خطر جدا جدا، ممكن جدا خلال مباراتين ثلاثة تقول لك ده اعظم مدرب في العالم، بعديها باسبوع 10 ايام الريتم بينزل شويه، او يتعادل مع احد الفرق في الدوري هنا يقول لك ده ما عندوش فكره. ما فيش الكلام ده، مش موجود بقى على مستوى الاحتراف. يعني انا عشت سنوات طويله في الاحتراف، وكان الحقيقه هذا التقييم مش موجود بره. يعني مش ممكن دلوقتي هيطلع المان سيتي يقول لك جارديولا ده افشل مدرب في العالم لانه اتعادل اخر 4 مرات على ارضه. الكلام ده الحقيقه يعني مبالغ فيه، واحنا عندنا كمان موضوع السوشيال ميديا بيزود الامور صعوبه. فالحقيقه التقييم الفعلي لأي مدير فني على حسب ما يقدمه من، صحيح، خلال مش هقول لك نص موسم أو موسم، من خلال أدائه في مجموع مباريات، مجموع نتائج، ولازم تحلل أداء إلى يعني لحد كبير لازم يكون مقنع ويكون واقعي، وده اللي بنتكلم عليه. يعني أنا مش عايز أقول إن دلوقتي كولر ده أحسن مدرب في العالم، لكن من أفضل المدربين أعتقد في تاريخ النادي الأهلي اللي حقق شكل ونتائج على مستوى عالي جدا في فتره قصيره. برافو عليك يا كابتن هاني. ما هي انا المشكله مش بالنسبه لي كمان في الناس اللي تقول لك ايه ان كولر ده وحش مثلا، مش ده كمان المشكله الناس تطلع تقول لك ايه اصل انتوا على طول بتطبلوا لكولر. احنا ما بنطبلش والله، انا مقتنع بهذا الرجل. انا وجهه نظري كراجل بفهم شويه فنيات ان الرجل ده كويس بيعمل باخطاء. هو في حد كويس ما بيعملش اخطاء؟ مستحيل. هو عشان مستحيل بيعمل اخطاء يبقى وحش؟ يا جماعه الراجل ده رجل من المدربين او من المديرين الفنيين اللي لهم القدره على اتاحه الفرصه لكل اللاعبين ده اولا، ثانيا بيوصلك للي انت عايزه. خسرت بطولتين السنه دي، ولكن ان شاء الله القادم افضل مع مستوى الفريق بهذا الشكل، مع مستوى كل اللاعبين اللي شفناه امبارح. كل هل حضرتك لو سالتك يا كابتن هاني من فضلك قول لي افضل لاعب في الفرقه امبارح، هتقول لي ايه؟ انا عارف الرد، قول لي. يعني الفريق كله الحقيقه برافو عليك. افضل الناس في علامات بارزه اكيد في الفريق. الشناوي ليه دور كبير جدا جدا طبعا في ضربه الجزاء. خلي بالك اللي خد احسن لاعب في المباراه مين؟ مروان عطيه. مروان عطيه. يمكن لو سالت ناس كتير ممكن حد يقول لك كهربا، ممكن حد يقول لك بيرستاو، حسين الشحات، الشناوي، لكن كمان التقييم الفني بيكون ساعات بيبقى مختلف شويه في اداء اللعيبه الفنيه اللي ممكن ناس كتير ما تشوفوش. وبالتالي انا دايما في رايي النجم الاول هو الفريق. يعني امبارح النجم الاول هو الفريق. القياده الفنيه اللي مارسيل كولر كانت اكتر من رائعه. وتاني بقول ان احنا ما بنقولش دلوقتي ان كولر ده افضل مدرب في العالم، ولكن من افضل المدربين، لان انا
انا اتكلمت معاه وتعاملت معاه على المستوى الشخصي. اتكلمنا في الكوره شويه، الراجل منظم جدا، الراجل عنده استراتيجي هايله بينظم، وخلال المشوار ممكن جدا يتكعبل زي اي حد. احنا النهارده المان سيتي كمان بيتعادل او يعني اربع مباريات على التوالي لفريق كبير زي المان سيتي، اسف، المان سيتي بيتعادل على ارضه بقى الرابع يعني على مستوى البريمير ليج، ما حدش هيطلع يقول لك اصل لا جوارديولا ده لازم يمشي ونشوف مدرب تاني. فالحقيقه الحاجات دي لازم نتخلص منها. مش يتعادل بس يا كابتن كمان، صح زي ما حضرتك بتقول، ولكن بيتعادل ويخطئ، هو مش منزل يعني عشان مفيش حد ما بيغلطش. اكيد اكيد. لكن حتى جوارديولا افضل مدرب في العالم، ومورينيو افضل مدرب في العالم، وانشيلوتي افضل مدرب في العالم، ممكن اعد لحضراتكم اسماء كثيره جدا. هذه الاسماء بتخطئ، بتخطئ، ولكن هي مدربين كويسه يعني، هم كلهم مدربين كويسين بالمناسبه. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا شخصيا لو قلت لي يا كابتن هاني مين افضل لاعب موجود في المباراه امبارح، هديها لاحمد حسن كوكا. وجهه نظري الشخصيه البسيطه جدا، كوكا من اللاعبين اللي عملوا مباراه غير طبيعيه، غير طبيعيه وجهه نظري في الماتش. انا متفق معاك، حلو جدا جدا. ثانيا سنه، ثالثا مفاجاه وجوده في التشكيل. صحيح. فبالتالي انا كنت شايف ان كوكا يستحق ان يكون افضل لاعب في هذه المباراه، بعيدا عن ان الشناوي ده في حته ثالثه زي ما كانوا بيتريقوا زمان وبيقولوا، او من شويه كده يقول لك اصل بيقعدوا يتريقوا على أيوة كلمه سيف تهيألي، او جمله في حته ثانيه. ايوه جمله في حته ثانيه. فالشناوي في حته ثانيه فعلا. الشناوي بعد اللي عمله امبارح ليس في ركله الجزاء فقط، لان هو قال دي بتاعت ربنا، وراجل محترم، لكن هو اداؤه خلال المباراه اداؤه خلال المباراه نفسها اداؤه على المستوى العام. ودايما وكنت اتكلمت معاك في النقطه دي كمان يا اسلام قبل المباراه بيوم، بقول محمد الشناوي ليه دور كبير جدا جدا. صح مظبوط. لان ما ينفعش يكون انت فريق بطل وحارس المرمى ممكن يكون مستواه ضعيف، بيبدا من حراسه المرمى، والشناوي بيثبت كل يوم ان هو فعلا يعني عنصر مهم جدا 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 فريق النادي الاهلي. وكوكا طبعا الحقيقه كان مفاجاه كبيره لناس وجوده في التشكيل. اولا سنه صغير الولد وما عندوش اي رهبه، بيلعب المباراه وما عندوش اي مشكله، بيلعب على كانتي من احسن يعني لاعبي خط الوسط في العالم، بيأدي بشكل جيد جدا، عنده ثقه في نفسه، وده مهم جدا. احنا كسبانين كوكا بقالنا فتره على فكره. صحيح. يعني بقالنا فتره كسبانين العنصر ده، لكن امبارح كمان اكد على مستوى ازاي يلعب تحت الضغوط الكبيره جدا جدا. صحيح. واحد ما كانش كل المحللين واحنا كمان كنا بنتكلم اليو ديانج هو اللي هيكون موجود، كان مفاجاه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ولكن هو استعداد الولد انه يخش المباراه بهذه القوه وهذا الاداء وهذا الثبات، ده الحقيقه يحسب له بشيء يعني بشكل اكتر من رائع. وكسبنا لعيب، كسبنا لعيب على مستوى عالي جدا، وعندنا ان شاء الله باذن الله يعني المناسبات اللي جايه هيكون اعتقد احمد يعني من اللعيبه المميزه واللي انضم كمان لمنتخب مصر. فاحنا كسبنا عنصر جديد، وزي ما انت قلت يا اسلام اداره المباراه نفسها كان فيها شيء من الهدوء يعني. صحيح. انا شيء من الهدوء، واللعيبه عندها تركيز كبير جدا جدا جدا، ويعني نتمنى ان شاء الله باذن الله هذا التركيز يستمر، لان صحيح. احنا هنتكلم كمان عن المباراه اللي جايه يعني اللي محتاجه خلاص. انا هنتكلم عن المباراه اللي جايه، ولكن خلينا نروح السعوديه مباشره زي ما حضراتكم متعودين معانا في برنامجكم الاهلي في المونديال، ومحمود وزميلنا محمود شوقي من السعوديه مباشره الى القاهره في مدينه الانتاج الاعلامي وشاشه قناه النادي الاهلي، يقول لنا اخر الاخبار واجواء الفرحه، وهل الفرحه انتهت؟ انا من الناس اللي بتاخد بتقول كده على طول، اقفل الفرحه النهارده او من امبارح كانت تتقفل، وان شاء الله احنا نحتفل زي ما احنا عايزين، الجماهير تفرح وحقها. لكن اللعيبه انا في اعتقادي خلاص على الفطار كان في التزام وتركيز. صحيح. للمباراه اللي جايه ده اللي احنا عارفينه. خلينا نتاكد او